مرحبا، اليوم راح نحضر مع بعض وصفة فوتوتشيني بالسبانخ اللي بتقدم جنبها دجاج مقلي. أول إشي راح نقول المكونات. عنا سبانخ، بصل أخضر، معكرونة الفوتوتشيني، جبنة موتزاريلا، وبهارات فلفل قرفة وملح طبعا، والكريمة البشاميل. هلا أول إشي راح نبلش. اول اشي راح نحط البصل الاخضر مع السبانخ مع معلقتين كبار زيت والبهارات، ونتركهم يتقلوا مع بعض لحد ما يدبل السبانخ وبينزل كل ميته، وبعدين تنشف. هلا بدنا نحضر كريمة البشاميل. عنا هون احنا دوبنا معلقة كبيرة من الزبدة، راح نضيف لها كاستين من الحليب، بعد ما اضفنا الزبدة والحليب راح نضيف مكعب مرقة الدجاج ونخليهم يغلوا مع بعض. هلا بعد ما بلش يغلي الحليب مع الزبدة ومرقة الدجاج، عنا هون معلقتين صغار من طحين ندوبينهم مع شوية مية، راح نضيفهم للكريمة او للخليط ونحرك فيهم عبين ما يصير شوية بإيدنا هيك شوية تصير ماسكة أو ثيك شوي، نطفي تحتها ونحطها على جنب. هلأ لاحظوا كيف شوية الكريمة صارت ثيك، بطلت كتير مرقة. رح نطفي تحتها زي ما حكينا ونتركها على جنب عبين ما يستوي عنا السبانخ. هلأ بعد ما دبل عنا البصل والسبانخ مع بعض، رح نضيف البهارات اللي احنا محضرينها ومنرجع منغطيها عشان تكمل سوا. هلا بعد ما استوى عنا السبانخ، سلقنا المعكرونة الفوتوتشيني. راح نحط السبانخ زي هيك بالصحن، وهلا راح نضيف فوق المعكرونة. هلا راح نضيف الكريمة، نحاول نحط بالجوانب اكتر. واخر اشي راح نحط جبنة الموتزاريلا. هلا راح ندخلها على الفرن على درجة 180 درجة لحد ما يحمر شوية او تتحمر شوية الجبنة، لانه احنا عنا كل المكونات مطبوخة قبل. وهلا هيك صارت وصفة الفوتوتشيني بالسبانخ مع الكريمة البيضة وجبنة الموتزاريلا جاهزة، وراح نقدمها مع الدجاج المقلي المحمر. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.